وزارة التعليم تعلن عن مباراة توظيف الأساتذة، وأوضح بلاغ للوزارة أن أبطال الأكاديمية سيخضعون للتكوين وأن المباراة ستنظم خلال شهر نوفمبر المقبل، فيما يتوجب على الراغبين في المشاركة في هذه المباراة التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم الجمعة 30 منه. وأضاف البلاغ أن المباراة مفتوحة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو شهادة تعادلها أو شهادة الإجازة، والمستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10,000 إطار تربوي في مهن التدريس أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، المستفيدين من البرنامج الحكومي 25,000 إطار. ونبه البلاغ إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعلن عن تاريخ إجراء المباريات وعلى المترشحين المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع الملفات بالمديريات الإقليمية حسب الأجال المحددة. شكرا لكم على متابعة بان ماروك، نتمنى أن يعجبكم الفيديو.